ماشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جديده نعم ان شاء الله كيف حالك سننتظر ام لا نبدا خلاص ما في مشكله نحن توقفنا يعني اعيد الهلزات نعم المد نحن يعني عندما نتكلم عن المد ولكن مشكل قلنا مشكل نعم قلنا بنبدا بالصفات يعني بالمخارج بدانا بالمخارج اليوم نتمد بعدين ناتي ببطء لو اردتم المد خلاص مشكل ولكن الصفات والمراجع يعني ليش اردنا الفاتحه وكذا كلهم يريدون اقل اداء كثيرا نعم خلاص ما في مشكله وعيدني اثنين لم يجيوا اليوم نعم اذا نبدا سوري فرنش نبدا ب تكلمنا عن همزه الحرف كان تكوين الصوت الحرف بعدين تكوين نو today I'm going to just look at this تكوين استعلاء استفال اطباق انفتاح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سنبدأ إن شاء الله يعني نحن ما زلنا في مخارج الحروف خلاص خرجنا من صفات المخارج الآن نتكلم عن مخارج الحروف يعني كيف يخرج الحرف الصفات تكلمنا عليها خلاص الآن نأتي بالصفات بالمخارج بدأنا بالهمزة سنعيد إن شاء الله الهمزة الآن نتكلم عن الشيخ الجزري ابن الجزري قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر لماذا قال على الذي يختاره من اختبر لأنهم كان فيه اختلاف كانوا يعني علماء قالوا 14 وكانوا يقولون 16 وكانوا يقولون 17 والمختار من العلماء 17 நாங்க நேரத்தோட படிச்சிட்டோம் சிஃபத்தை இப்போ நாங்க
مخارج بتي بيتبورا المخارج بتي مون بيدو وسيلر بندي سورانغا بدناري سيلر سورانغا بدناري سيلر سورانغا بدناري نعم بيتبورا ده بدناري We are now learning about the Maharaj. This is three types, the sects say. And some say, you know, the selling is kind of 14 more types divided. Some of them is 16, and some of them is 7. So they are explaining one by which one. This is what they say. إن شاء الله بعدين نتكلم عن التفاصيل يعني مخارج الحروف من قال كذا وكذا سنتكلم عليه بعدين إن شاء الله نحن يعني الآن نتكلم عن مخارج الحروف بدأنا بمخارج الحروف يعني نأتي بحرف حرف حتى تنطقونه جيدا شيخ سورة بندي قلت قلولي وچيري بوهل نانا كتاين پڑچ كورو هذا وچيري بوهل بندي ஒரு எழுத்து அதில் உச்சரிப்பையே உச்சரிக்க வேண்டும் வேற எந்த எழுத்துக்கும் போகலாம் அதாவது திறமையான முறையில் ஒரு எழுத்து நாங்கள் உச்சரிக்கப்படணும் அதுதான் நாங்கள் இப்போ படிக்க போகிறோம் இன்ஷாஅல்லாஹ் சனதகல்லம் பதனா كما قال الشيخ الجزري مخارج الحروف 17 على الذي يختار من اختبر قال فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي تكلمنا عن حروف المد قلنا ثلاثة الألف والواو والياء مد وندي مون دولتك ألف واو ويا أنا ينتولي برجع هذه مركة سلسلين تايف مد ألف واو واو الساكنة الألف الساكنة والواو الساكنة والياء الساكنة التي قبلها الواو التي قبلها الضم الياء التي قبلها الكسر والألف الساكنة حروف المد حروف المد عند ألف منك عند ألف عند سكنة يمكن تقولنا فتحها يندر ألف منك على ور இதே போல வாவ் சுக்குனா வந்தால் அதுக்கு முன்னுக்கு வம்ம வரும் யா சாக்கினா வந்தால் அதுக்கு முன்னுக்கு கசர் ஆகும் يعني الألف تكون إلا ساكنة قلنا الواو يجب أن تكون قبلها ضم وهي يجب أن تكون ساكنة الياء تكون ساكنة وقبلها كسر نقول با بو بي با بو بي لو وضعنا الفتح هنا ما تصبح مد نقول بو ليس مد لذلك قلنا اشترطنا ان تكون الالف والواو والياء ساكنة வாவ் ஃபதஹ இருந்தால் பூண்டு வாசிக்கிறது இழுக்கிறது அதை அப்படியே உச்சரிக்க வந்து உவ அப்படிங்கிறது هذا حروف المد بعدين خلاص خرجنا من حروف المد يعني حروف التجويفية يعني ها الحروف المد
يعني يخرجون من الجوف الفراغ من هنا. الجوف فيه جوف حلقي وأنفي. الجوف الجوف الفراغ يعني ها هو الأنف هنا تجويف الفموي الحلقي الفموي وهنا الحلقي تجويف الفراغ الفراغ الحلق تجويف هم ها الألف والواو والياء يخرجون من هنا يعني من يعني ليس لهم مكان محقق يعني ماذا أردت يعني كل الحروف إذا أردت أن تخرج حرف لكي يخرج صوت يجب أن فيه يعني تضرب واحدة في واحدة لكي يخرج الحرف. எழுத்து வந்து ஒரு ஒரு இடம் இன்னொரு இடத்தோட படும் பொழுது அந்த சத்தம் வெளியே வருது இல்லையா சத்தம் வெளியே வருது அப்போ إما عن طريق هكذا إما عن احتكاك إما عن افتراق الصوت. அப்படி வராட்டி சத்தம் வராது இல்லையா அது நேரத்தோடய நாங்கள் படித்தோம். இப்போ வந்து இந்த அரிஃப் வாவியா இந்த மத்துடையவருக்கு வந்து அந்த வரக்கூடிய சத்தம் வந்து ஒரு இடம்டு இல்லை சரியாக சொல்ல முடியாது எந்த இடத்துலேருந்து வரும் ஆனால் கழுத்துக்கிட்டாலே இருந்து இந்த மூக்கு வரைக்கும் உள்ள இடத்துல வெளியாகி வரும் மத்துடைய يعني الألف والواو والياء ليس محققة يعني ما في مكان يضرب فيهم. وتيجي وراكوا يا إلتي لا إلكم يعني تتبع لي قبلها با با. ليدي ورزقات يا با بو بو بي بي خلاص الآن نتكلم عن الهمزة أول شيء همزة. مدلع وذي إلتي وندي حمز. بدأنا بالهمزة قلنا هل الهمزة عندما تريد أن تخرج حرف ماذا تفعل تضع يدك هنا ترى هل الهمزة فيها نفس أم لا نقول أ ما فيها نفس أ ما فيها نفس نفس الله قعدت وراء قعدت وراء يعني تخرج من أقصى الحلق. كديسي كديلا كديسي بعدي ليدي وارد الحمص. المخرج. نقول أقصى الحلق تخرج من أقصى الحلق. أقصى الحلق كديلا كديسي. into 3 the end of this throat here yeah. we don't become three part yeah top middle and bottom yeah. أقصى الحلق من هنا الشيخ قال أقصى الحلق throat in the last يعني الحلق يبدأ من هنا وينتهي إلى اللهات أعرب هنا بني لدينا قلت الحلق starting here here okay. هذا أقصى الحلق إلى هنا اللهات اللهات التي هو آخر 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 الحلق هي اللهات هذا قدسي مريد يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا والمشكلة في الأعاجم المشكلة هنا في الحلق الذين لا ينطقون العين والهمزة والحاء المشكلة هنا لذاك أردت أن نتدرب عليها إن شاء الله அரபி இல்லாத ஆட்களுக்கு வந்து அந்த மூணு எழுத்து வந்து பிரச்சனையாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள உச்சரிப்பு سنتكلم عليها نأتي ببطء يعني نبدأ بالهمز بعدين لوك الهمزة الهمزة نقول أ أ أ أ أ تضع يدك هنا أ 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
يجب أن يرتعد هنا الاتزان من هنا يعني يهتز لا نقول هذه شوف إذا قلت أنت نطقتها من الفوق انزل إلى التحت هنا يجب هنا هناي فيبريشن هنا هكذا نعم فهمت اهتزاز لا من هنا من التحت لاست الآن قلوا فيه اهتزاز vibration yeah. Yeah. You feel it نعم هكذا فهمت خلاص يعني إذا أردت أن تنطق الهمزة جيد يعني تعرف أنها من أقصى الحلق هنا أقصى الحلق هنا تحت التفاحة آدم كما يقول تفاحة آدم هنا هنا في الحفرة هي أقصى يعني آخر كريس آخر منطقة هي أقصى الحلق هكذا الحلق هنا الهمزة الآن إذا أردنا أن ننطق نعرف هل هي من حروف الهمس أو من حروف الجر نقول هكذا هل فيها هواء هات ورد إليا air air إذا ما في هواء يعني نقول من حروف مجهور يعني الهمزة مجهور همزة مجهورة هكذا لا نقول آ لا نقول آ آ آ آ آ فيها هواء هات ورد air that wrong ما في هواء without answer ما في هواء في هواء ليس جيد اذا نطقتها بال يعني مجهوره ليس مجهوره خلاص هل هي من حروف الشده حروف الشده strong letter or light letter strong he asking شيخ خلاص نعم الشدة هما ما whether it is strong letter or light letter الشدة is strong letter الشدة ما معنى الشدة لكي يعرف الهمس يعني الحرف الرئتين الهواء يخرج من الرئتين يأتي إلى هنا إلى الحنجرة إلى أحبال الصوتية من هنا يتكون الصوت قلنا تكوين الصوت من هنا يتكون الصوت يعني من الحنجرة يتكون الصوت بعدين عند تكوين الصوت يخرج هل يخرج يعني عندما يعتمد الهواء لكي يخرج هل يخرج بقوة أو بضعف إذا خرج بقوة نقول جهرا يعني يخرج بدون هواء وإذا خرج بضعف نقول هو خرج همسا حروف الهمس فحثه شخص سكت எங்கேங்க காத்து வரச்சில அதை நாங்கள் கடினமாக உச்சரித்தோம்னு சொன்னால் அது கடினமானது நாங்கள் அதை மெதுவாக இங்கேருந்து காற்று எடுத்து உச்சரித்தோம்னு சொன்னால் மெதுவானது இப்போ இந்த ஷேகரிக்கை ஹம்ஸ் வரக்கூடிய எழுத்தெல்லாம் தைரியம் உங்களுக்கு அதாவது காற்று வரும் هذا فحثه شخص سكت حروف الأمس. يعني عندما نقول أف أف في هواء أف يعني الهواء يصعد من الرئتين بعدين يندفع عندما يصعد يندفع إذا كان يندفع ببطء يخرج مع هواء وإذا كان يندفع بقوة ما في هواء. يعني نقول أف في هواء ضعيف أح
في هواء أث. عندما نقول مثلا الحرف جر أب ما في هواء أب أج. No air. No air. أج These are air. هذا همس هجر. الآن الشدة التوسط الرخاوة. الشدة يعني هل هو الهمزة هل هي من حروف الشدة أو من حروف التوسط؟ حروف الوسطية هي لين عمر، لام، نون، عين. هذا حروف لين عمر، حروف التوسط. توسط والتوسط لين عمر. يعني عندما نقول حرف شديد يعني الحرف عندما يأتي هل هو شديد يعني ينقطع الصوت؟ عندما تقول أب يعني المدة قصيرة. متوسط لين عمر، نقول الرحمن هذا متوسط. وعندما نقول الرخاوة، الرخاوة يجري النفس، يجري الصوت. ليس كما أب. أب حتى هاي ال متوسط ال ار ار فهم. الآن الهمزة أ من أي الحروف؟ شدة أو متوسط أو رخاوة؟ يدك شين ذا متوسط أو شين ذا الذي رخاوة شين ذا شدة شين ذا همس شدة. جيد، لأنها تنقطع الصوت ينقطع الصوت ينقطع صوت وهي هو ما أبلي نكتي صوت من صوت أو سن شون ستوب. لوك أ نعم، إذا كان أقول شدة صوت من صوت من هذا. الآن هل هو مستعلن أو مستفل؟ مستعلن الحرف عندما آخر اللسان يصعد هو استعلاء، إذا كان نازل مستفل. استعلاء نسولنا ناك لا فين بغدي وندو وين ديكو استعلاء. أبدي إلا نسولنا الم استفل. استعلاء means the tongue's the bottom will get up. Okay, the bottom of the tongue. Yeah, so it, the front is going down. Okay. Whatever the letters. The rest letters all استفاء. نقول نقول مثلا آ لا نقول آ آ يعني هل هو مستعلن أو مستفل؟ إذا قلنا آ استعلاء، وإذا قلنا مستفل العلماء قالوا الهمزة مستفل يعني مستفل. آ أعود ليس آ. لوك أعوذ. 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 نو آ خطأ. لا نقول أعوذ. 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 آ. لا نقول آ آ ولا نقول آ آ آ قلوا يا نعم لوك، لأن الهمزة يعني الألف. انظروا هذا فتح، الفتح نفتح آ نسونا فتح نسونا open. وهنا كسر خلاص. هنا إمالة وهنا تقليل لوك. انظروا جيدا عندما ندخل في علم القراءات، مثلا حفص أو شعبة another crowd type. رواية شعبة. رواية شعبة. Different style. نعم. Yeah.
يعني قراءة عندما نأخذ قراءة عاصم خلاص؟ عاصم قراءة. قراءة عاصم نقول حفص يقرأ كلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران. وشعبة ماذا يفعل هنا؟ يفعل إمالة. كلا بل رين على كلا بل رين على قلوبهم إمالة. لذاك الفتح تفتح نقول والضحى open look والضحى عادي والضحى الآن نريد أن نفعل كما ورش تقليل اسمعوا جيد والضحى والضحى هذا تقليل لا ليس والضحي والضحى هذا تقليل لأنه أقرب إلى الفتح نية فن فتح نية بعدين الإمالة أقرب إلى التقليل نقول هنا بين 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 وهنا الكسر نقول القراءات مثلا والضحى والضحى عادي والضحى والضحى هذا فتح نومر نومر هذا فتح الآن تقليل ورش والضحى والضحى أحسنت يعني اللسان يصعد قليل قل وسط وسط اللسان هو الذي يصعد اللسان وسط اللسان الآن إذا تركت لسانك هكذا والضحى تفتح والضحى نعم تفتح وتترك اللسان هكذا واي ترندي ناك ثم نيرا هذا يعتبر فتح خلاص والضحى والضحى الآن التقليل والضحى والضحى لوكا اللسان يصعد قليل كنيم كنيم والضحى والضحى هذا تقليل الآن الإمالة والضحي 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 حمزة والكسائي هذو يقرؤون هكذا والآن نتكلم بالكسر ولكن ليس مذكورا ليس في القرآن والضحي حي أنا القرآن لا عند تايب إلا there is no type in Quran reading he he no الشيخ say how to read the كسر فقط إلا الكسر الآن كيف إذا أردنا ها والضحى والضحى والضحي فتح تقليل إمام لا نقول والضحى خطأ يعني قلنا الهمس من حروف يعني استفهام هذا وهذا خلاص الهمس مجهورة شديدة مستفل هل هي من حروف الإطباق أو حروف انفتاح إطباق الذي انفتاح الإطباق يعني اللسان يلتصق مع الجزء الثاني إذا ناك بين بعدي ترمت ترك أكيد إطباق انفتاح نعم انفتاح الإطباق يلتصق نقول لا نقول أذ لا نقول أذ فهم خطأ نقول مفتوح مفتوح ترندي لا انفتاح انفتاح خلاص قاتل فوق يديكم هيك انفتاح مفهوم مع الهمزة خلاص فسونا همزة التي بلغ يتين لا لك يكره you understand about the همزة letters والضحى والضحى أعوذ 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 جيد خلاص الهاء الهاء
المخرج. المخرج من أقصى يعني يقول أقصى اللسان مخارج الحروف 17 على الذي يختار من أكثر، فألف الجوف وقتها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء. أقصى الحلق همز هاء يعني أقصى الحلق. يعني أقصى الحلق مع أقصى الحلق. يعني أقصى الحلق يضرب في أقصى الحلق لكي يخرج الحرف. كذا يصير فضري مندي كذا يصير فضري ليه الهمزة خلاص. Same with that side. I can't hear you when you're talking that side. Okay. When you say the letters start in the end part of the throat. Low part. Yeah, low part. And is touching also the same part. That's why it's called the letters. Ha, yeah? Ha. 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 يعني لوك هذه الحنجرة الهمزة الهاء الهاء من هنا الهاء نعم هنا نعم هل هي انظر فيها هواء يعني من حروف الهمس مهموسة في هواء هل هي شديدة أم توسطية أو رخاوة لها ها بندية ذيك سين ذي يعني وسطية ورخاوة ذيك سين ذي يعني هل يجري يعني عندما يجري مع الهواء رخاوة جيدة يعني طويلة هل هي مستعلية أو مستفيلة استفالة الذي وندي انفتاح سنتكلم عنها إن شاء الله انظروا الأخطاء الذي يقع فيها الهاء هذه ما نعلك وندي بلية واردها إذا جاء بعدها حرف مفخم يعني نقول مثلا الهاء انظروا قبل كل شيء أقصى الحلق هنا يعني الهمز هنا الهاء من هنا اهدنا يعني ما فيها ما فيها اهتزاز لا نقول اهدنا خطأ لا نقول اهدنا نو اهدنا خطا اهدنا الصراط اهدنا يعني هل لأنها هي من حروف الهمس يعني عندما نقول حروف الهمس الوتر لا يهتز on the letters called huruf al hams hams there are letters on the board fa ha when you pronounce it there shouldn't be any vibration there's no vibration fa ha fa ha sha I think it is with the sukun when it comes to sukun there's no vibration or just
الحرف الساكن عندما نقول ساكن يعني هنا نطبق الهمس ولا لأن الجهر يعني الحركات هي المجهورة يعني الفتحة ضمة كسرة مجهورة نقول مثلا أب با با خلاص يعني مجهورة مجهورة ولا مثلا نقول أخ خا خا في هواء لأن الفتح عند ساكن فهم المشكلة في الهاء عندما تكون ساكنة الناس يخفونها أقول مستهزئين خطأ مستهزئين يعني لا تبالغ لا نقول اهدنا خطأ يعني الوتر لا يهتز إذا عند كنتينا كنت تريكا ميل هذا vibrations في أمريكا وتكون عندما تكون شدة شد إنما يوجهه بخير يعني عندما نقول يوجهه كيف يقرأوها يوجهه يقول يوجهه خطأ يوجهه اهدنا اهتدى لا نقول اهتدى خطأ لوك فاتحة صورة فاتحة اهدنا الصراط المستقيم كذلك عندما تكون في آخر الكلمة قوة التاء المربوطة الهاء هكذا والتاء المربوطة عند الوقف تقف عليها بها نقول جنة نعم لا نقول جنة خطأ جنة أحسنت جنة قوة. أنت قلت قوة. الصلاة. حي على الصلاة. الصلاة. يعني عندما نقول لا يهتز الوتر لا يهتز هنا لا يفعل هكذا فيبريشن نو لا نقول اهدنا الصراط خطأ نعم
نقول اهدنا 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 احسن. الاول قال اهدنا خطا، الثاني قال اهدنا اهدنا جاب اهدنا نعم نعم اهدنا. هذا قل له يلبس هنا، قل له هنا يلبس ويجد انه لا يتحرك لا فبرش هنا وضع يدك هنا لا لا هنا لا لا لوك برودر ضع يدك هنا في الوسط هنا في الحلق بعدين الان سنطبق حرف يعني الهاء بخطا خلاص انظر اهدنا 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 الوتر هنا يهتز الان لوك اهدنا اهدنا هذا لا يهتز اهدنا اهدنا خلاص اهدنا اهدنا يعني الاوتار الصوتيه لا يعني لا نعم فهمت؟ إذا كان فيها هكذا خطأ الحرف خطأ. يبو vibration مرودة هذه plan. لأنه من حروف الهمس. Good vibration is wrong. حتى. خلاص. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. إيه إيه ليس آ. اهدنا. 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 أحسن هكذا. أعد. اهدنا الصراط. فهمت؟ اهدنا الصراط ولكن ليس بضعف يا اهدنا عادي اهدنا الصراط احسنت اهدنا الصراط اهدنا الصراط لوك قل لوك لوك انت تقول لا عادي عادي لوك قلنا هنا ا او اي ا او اي ا فتح ا او اي ا او اي ا اي هكذا ليس اي نو اي هذا إمالة قلنا اي والضحي انت اللسان صعد خطأ اللسان في وسط ضغط اي نو اي 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 با بي با بي 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 لوكا هذا ينفك هذا الذي لوك لوك ليس هذا فعل هكذا يا نايت فعل لوك لوك هذا هذا فقط الذي ينزل قلنا هذا ليس ليس هنا هنا ما عند هذا يعني الفك السفلي هذا ينزل عند الكسر ينزل هذا 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 ينزل الى هنا ليس اي نو اي 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 فقط اي لوكا ا او اي خلاص اي ا اي او لا اي ا اي بي بي خلاص انت المشكل المشكل الذي في اللسان يصعد هناك وسط قريسي انه ويرت الانتاردا البرشنه برضه انت تقول هكذا اي لوك اي ويرت وسط اللسان يصعد خطا لوك اي اي انت شوف اي كسر اي خلاص ا او اي ا بي ليس اي اي انت تفعل هذا اي 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 قليل ا او اي 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 بي بي بابو بي بابو بي اهدنا 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 الصراط
صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط المستقيم على الناس يهدينا اهدنا نعم يهدينا يعني في الناس يقولون يهدنا نعم في كثير اهدنا في خطأ في الفاتحة حتى يعني عندما يقرؤون فاتحة يقول فيه اهدنا خطأ اهدنا خطأ لأنك نعم هكذا اهدنا اهدنا ليس اهدنا الصراط اهدنا لا خطأ اهدنا الصراط المستقيم الجنة يعني احذر عندما تكون الهاء في آخر الكلمة يجب أن تأتي بها الصلاة حي على الصلاة صلاة صلاة من قوة أعوذ أعوذ لا نقول أعوذ لو هنا من هنا انزل إلى التحت أعوذ أعوذ اهدنا 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 نزيد حرف أم نقرأ إن شاء الله خلاص الهمز هو لا ما في مشكلة الآن نتكلم عن الشيخ இன்ன அதிகமா சொல்றதுக்கு தான் பாக்குறது நேரம் போகுது இப்ப கொஞ்சம் ட்ரைனிங் ஷேக் லைக் மோர் டைம் மஹ்ரஜ் ஹி வாண்ட் டு கோ மோர் يعني نرفع المخارج we need more time definitely ونقرا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سوره الفاتحه سنقرا سوره الفاتحه سوره الفاتحه نصحح الفاتحه يا ليتنا نخرج منها سالمين إن شاء الله. لأن الفاتحة يعني من يعني سورة الفاتحة إذا ما صليت بها جيد فهمت. سورة الفاتحة لا دي تلوها إكسر فيها. بعدين إن شاء الله ماذا نفعل؟ نقرأ الفاتحة ونأتي إلى جزء عام. يعني سنحفظ جزء عام عن طريق التلقين. يعني أقرأ وتقرؤون ورائي. سورة الفاتحة وليدي سورة الجزء عما وريكم شيخ أول وراء هذا تردد نانغ أول ورده يمين شولة نانغ شولة شولة نانغ شولة Once سورة الفاتحة start then continue the سورة عما okay. We see from teaching we are ready to the big letters سورة الفاتحة وطرق سورة عما يعني نأتي بالفاتحة لكي نطبق بعدين نأتي إلى سورة عمان الحفظ يعني يجب أن نحفظها إن شاء الله عن طريق التلقين أنا أقرأ وأنتم تقرأون وراء بسم الله أعوذ قل لهم الضم الضم عندما يكون ضم ضم الشفتين ضم الشفتين راوند وعند الكسر انفكاك الفم كسر لما فسكن وعند الفتح نفتح فتحة is open top نقول أعوذ أعوذ بالله أعوذ بالله الذال هذا ينمس مع هذا بدون كز نوني من من بدل بدل أنا رمب شرونغا بدل من لايتا بدل أعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ أل أل لوك أل أل أعوذ 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 بن أعوذ أعو أعو أعوذ لوك ع هذا هو المشكل الذي سنتكلم عليه. أردت أن نتكلم عنه. المشكل ونمن يعني المشكل problem إن الحلق هنا الهمس الهاء ع هنا ع يعني العين همزة ع هنا ع أعوذ 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 أعو أنت تقول أعو أعو نو أعو أعو نعم أحسن أعو أحسن أعوذ أحسن أعوذ أحسن أعوذ كذلك لا تقول أعو أعو أعوذ أعو أعوذ لوك أ أ أ هنا أعوذ أعو أعوذ هكذا أعوذ أعوذ لا أعو أعوذ عو عو أعوذ عو عو أعوذ عا لوك هنا أعوذ هنا أعوذ أعوذ أنت تقول أو أو نو أعو أعوذ أعوذ أل أل أعوذ الآن أل أل لوكا اللسان هنا أل أل أعوذ أعوذ ذو أعوذ أحسن I don't have much teeth one teeth أحسنت لا يوجد كثير ما في مشكل ما في مشكل ما في مشكل ما في مشكل نعم ما في مشكل أعوذ أعوذ قلوا فيه 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 أزنى يا شيخ he say you help أعوذ أعوذ أحسنت ال ال لوكا اللسان يخرج ال ال أعوذ 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 أحسن أل نعم يخرج يخرج لا نقول أعوذ أعوذ يعني difference أعوذ وأعوذ أعوذ نعم قل له أعوذ يعني من الوقاية وأعوذ سأذهب I understand what you're saying. أعوذ. نعم. أعوذ. أعوذ. بالله. بالله. لوكا. بالله. 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 أحسنتم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. مينا. مينا شيطان الرجيم شيطان الرجيم شيطان لا نقول ط ط خطأ ط حروف القوة يعني الشوط شيطان الرجيم شيطان الرجيم أعوذ بالله
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 شيطان الرجيم شيطان الرجيم ليس الشيطان خطأ لا علاقة للشفتين بالطاء بالضم بالتفخيم شيطان شيطان نعم شيطان لوك أنت تقول شيطو شيطان لوكا عندما تقول شيطو فعلت الضم شيطان نو أنت تقول شيطان شلوك لوك لوك شيطان طا طا شيطان نعم لا نقول شيطو خطأ شيطان طا فتح أحسن شيطان 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 نعم أعد شيطان يعني شيطان الرجيم 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 اللسان الرجيم نعم من الداخل الراء من الداخل الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم أعوذ أعوذ بالله من الشيطان شيطان أنت تقول شيطان أعوذ بالله من الشيطان أنت عندما تقول شيء لو افترضنا قلتها هكذا يعني لو نقولها ببطء لوك شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنت أعوذ أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن شيطان لوك أنت تقول شيطو خطأ شيطان 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 نعم أحسن شيطان لوك اللسان شيطان الرجيم شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس الراء من الداخل يا شيخ شيطان الرجيم شيطان الرجيم الرجيم ليس الراء لوك اللسان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان شيطان الرجيم شيطان الرجيم الرجيم أحسنت أعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Look, بسم الله. بسم الله. ليس ب. ب ب. بسم. بسم الله. ليس وي خطأ. ب ب ب. بسم. لا نقول باي. بسم الله. لا. ب ب. بسم الله. ب. بسم الله. أنت تقول باي باي باي. وتجيت ورامة بات. وتجيت ورامة. بسم الله. Look, قل إي. إي. بي. بي. إي. بي. لا افعل هذا. إي. 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 تجيت سرنا. إي. إي. بي. بي. لا. بي. إي. بي. 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 لا. لا نقول باي. بسم الله. أنت تفعل هذا. بي. بي. هكذا أحسن بسم الله بسم 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 نعم لا نقول باي 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 نو بي بي بسم ها افعل هكذا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قل إي 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 بسم بس 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 بسم الله الرحمن خلاص انت ليش انت حارس باي 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 بس ركب هي ليست 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 نعم بي بي اي بي 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 بسم الله بي بي ليس بي 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 يعني لوك أنت تقول بي 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 خطأ بي 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 ها بي 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 فقط بسم الله بسم الله أحسنت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله أحسنت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن 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 لا نقول الر لك نو نو الر الر الرحمن لا انت تقول الر الرحمن لك لب لب نو بوك الرحمن نو الرحمن أنت تفعل الرح خطأ لوك الرحمن الرحمن أحسن جيد الرحمن الرح الرحمن الرح الرح لوك اللسان اللسان هنا لا نفعل خطأ الرحمن أحسن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم 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 أحسنت الرحيم الياء الياء الرحيم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله انا اسمع باي نو نو باي بي 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 اي بي بي بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لك
الحمد 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 لله الحمد لله لا نقول الحمد كما يفعل بعض لا نقول الحمد الحمد والشكر خلاص نقول الحمد 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 لله الحمد لله لوكا الدال عند الضم الدال فيها ضم نقول الحمد أحسن لم أوكي يعني عند الضم كما قال الشيخ الطيبي وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاه بالضم كن محققا بأنه منتقص مضم والواجب يعني إذا أردت تعرف أن القارئ إذا رأيت القارئ يقرأ ولا يضم الشفتين ولا يفعل يعني بالحركات بفمه أعرف أن ذاك القارئ ليس بقارئ லம்மு செய்யாமலும் ஹரக்கத்துகளுக்கு வாயை எந்த அசைவுகள் செய்யாமல் ஓதுனா அவர் ஓதவே இல்லைங்கிறது தான் lips according to the harakat. If you don't move while you pray, it is not as if you never read it. So I have to move your lips according to the harakat. So, if it's in the salat, in the salat, in Quran, and reading also, you can reading. You cannot read when people are reading, and if you want not to disturb somebody. No, loudly. Still, you have to move your lips. You still have to move. There should be a movement in your lips. That's what I mean. You know, the circle for lamma, fataha. You don't have a proper pronunciation without moving the lips. So you must always move your lips. نقول هو يأكل الحركات يأكل الحركات يعني لا ينطق بها. الحركة. سأ مثلا نقول يقول الحمد لله الحمد لله هذا خطا الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب مثلا قل شوف مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين هذا خطا او الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا خطأ واحذر عندما يكون الحركة بعد تتبعها ساكن هذه ما نعالك ودي فتحة كبرو تكلي ساكن سكونا كيران يكون التمطيط يعني سهل most of them after the فتحة they make سكون the next word make mistake is saying يعني في ناس عندما يكون الحركة بعد ساكن لا يعرف يفرمل يعني ما في كما فرمل يعني يقول إن الله خطأ إهدنا إهدنا الحمد خطأ this all the words is telling wrong فهم يعني لا تأتي بشيء we are using but we don't know نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب نحن الآن سنطبق نقرأ هكذا ببطء لكي نعرف كيف نميز بين الحركات لكي بعدين عندما نقرأ حتى نقرأ بسرعة يعني نأتي بالحركات. وودرة وندي، إحدى وندي، إذا ما ندي وودرة تك شيخ وندي بدرك تارم صورة. أبصر ما وودا وانا. إيه صورنا حركة وودر حركة تين ميد ميدوا أو أبني وجهت ميد ميدوا وجهت. شيخ خانده ستايل له وودي تروى ذي ما ندي تربي صورة. أنا أبصر ما وودي. Sheikh is telling, he is teaching us the right way. We need to follow and practice. The same way, don't rush, go
the haraka and know the meaning, everything, the pronunciation correctly, then he will continue with the next surahs and one by one. يا الخطا الاول عندما يقول الحمد هذا خطا الخطا الثاني عندما يكون من مقدمه الفم حروف الحلق احذر من القلقل the letters pronunciation يقول هكذا الحمد 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 لله في ناس الحمد لله فهمت كيف نقرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربي يعني الباء فيها شدة وهذه الشدة يعني كذلك الباء من حروف الشدة يعني نقول ربي 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 العالمين 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 ليس العالم لوك العالم لوك العين من هنا العالم إذا جئت بها من هنا تصبح العالمين العالمين العين قلنا فيها من حروف يعني البينية يعني فيها في يجري النفس ثم ينقطع رغم أنفك يعني يجري الصوت ها العا العا ليس العا العا خطا العا العالمين تأتي بها من الداخل العا من الداخل العالمين 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 أحسن العالمين ع الاع ع لا ليس ع ع ع الع الع نعم الع الع العالمين العالمين أحسن العالمين عا من الداخل يا شيخ العالمين الآل العا الآل لوك أع هنا العالمين أحسن العالمين العالمين الحمد لله بالعالمين لوك عندما نقول الدو